سلام الحباب، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه، ومرحبا بكم فيديو جديد دائما مع التحضيرات اللي كنوجد انا يا رمضان كنشاركو معكم. اليوم ان شاء الله وصلنا لبريوات، انا ديجا راه وجدت ولكن مع المونتاج باش نحطكم الفيديو هدايا كنتعطل شويه. وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم البريوات ديال الكاوكاو اللي كيجيو غزالين، المذاق ديالهم غزال ومقرمشين وكينقاموا علينا اقتصاديا، ما فيهمش بزاف ديال المقادير وساهلين بزاف بزاف، غير التلويه هو اللي كيدي الوقت طبيعه الحال. هنايا غادي نحتاج نص كيلو ديال الكاوكاو، غادي نعمل ربع ديال الكاوكاو الرومي وربع ديال الكاوكاو البلدي، غادي نحمرهم مع بعضهم في الفران وغادي نبقى نقشرهم بهذه الطريقه اللي وريتكم، وغادي نفخ على القشور. تنقشر نص كميه تقريبا وكيبقى لي نص اخر ماشي مشكل. وغادي نحتاج كاس ديال الزنجلان وجوج كيسان ديال السكر والماء زهر والمسكه الحره مطقوقه مع السكر والقرفه، نفس الحشوه اللي عمرت بها البقلاوه، غير البقلاوه عملتها باللوز وهذا عملته بالكاوكاو. صافي غادي نطحن كل شيء مع بعضه، غندي شويه 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 ديال الكاوكاو مع شويه ديال الزنجلان مع شويه ديال السكر، وغادي نطحن بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كل شيء وندوز نخلط الحشوه ديالي. من بعد ما طحنت كلشي دابا غادي نزيد عليهم النواشف ديالي اللي باقين، معلقه ديال القرفه والمسكه الحره المطقوقه مع السكر اللي مطحونه معاه. صافي غادي نخلط كلشي بالزبده والماء زهر. الزبده ما غاديش نعمل بزاف حيت انايا كما قلت لكم ما كتعجبنيش هذيك اللي كتجي رطبه، كتعجبني هيدا اللي كتبقى مفشفشه شويه. المهم هنايا كما شفتوا غادي نعمل 3 ولا 4 ديال المعالق ديال الزبده و3 ولا 4 المعالق ديال هذا الماء زهر. صافي غادي نخلط بهم كل شيء مزيان مزيان وندوز نعدل الكويرات. بالنسبه للكويرات اللي غادي نعمر بهم انا عملتهم كبيرين كما كتشوفوا، ثم اذا كنتوا غادي تعدلوا البريوات صغيرين نقصوا الحجم ديالو، انا عملته كبارين حيت غادي نعدل البريوات كبارين بحكم ما عنديش اللي يلوي معايا ما بقاش يلعب بداك البريوات الصغارين كيديو الوقت بزاف وخصك ضروري شي واحد يلوي معاك ولا غادي يتقسم لك الدار. المهم هنايا كورتهم كاملين وغادي نغطيهم بالسلوفان باش هكذا ما يقصحوا لي شي، يبقاو رطبين شويه وندوز نقطع الورقه ديالي. فبالنسبه للورقه انا خدمت بالورقه العاديه، كيشكروا بزاف الورقه ديال البخار وخصني صراحه نجربها دابا ان شاء الله، نجربها في شي حاجه ونشارك معكم تجربتي زعما معاها. وبكل صراحه هذه خصك غير تجيبها تخدم بها ولا كتبقى تقطع، فهمتوا؟ يعني ما خصهاش تبقى، اولا اذا كنتوا غادي تخليوها مثلا شي 3 ساعات ولا 4 ساعات على برا خصكم ضروري تدهنوها بالزيت باش ما تقطعش معكم، يعني تصبر معكم شويه. المهم هنايا قسمتها طويتها على جوج وقسمتها في النص، وغادي نقسم كل نص عاوتاني غادي نعمل 4 ديال الصبيعات ديدي ونبدا نقطع. كما قلت لكم انايا غادي نعدلهم كبارين، يعني نتوما اذا بغيتوهم هذوك الصغاري اللي كيجيو اعملوا 3 ديال الصبعين، 3 ديال الصبعين كيجي المنظر ديالهم مزيون وكيجيو حلوين، ولكن كتبقى تبارك الله الورقه ديك الساعه كيلو الورقه كتخرج لك بزاف. انا هنايا كيلو الورقه خرجت لي تبارك الله كميه مزيانه ولكن ما يعني ما بقيتش جالسه بزاف كنلوي فيهم. صافي غادي نقطع الورقه كامله على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا ونعمرها بالحشوه.
من بعد ما قطعت الورقه كامله رجعتها في بلاستيكه بطبيعه الحال باش ما تقصحش معنا وتيبس. وغادي نبقى نجبد كل مره وحده اللي غادي نعمل بها. غادي نطلق واحد الشريط وغادي ندهنو بالزيت مزيان مزيان باش في التلوي ما يبقاش يتقطع معنا ولا شي حاجه. صافي غادي ندي واحد الكويره وغادي نحطها في جنب. بالنسبه اللي ما كيعرفش زعما هيدا يخدم به اللي كيكونوا الكويره شويه قاصحين يعني شاتفين، يزيد لهم الزبده والمزهر على القياس اللي عملت انا ويبقى يدلكم مزيان حتى يرجعوا لكم عجينه. ديك الساعه كيجي لكم ساهله في التلوي. انا مسانسه كنعدلو هكذا شاتفين، كيعجبوني شاتفين حتى ملي كيكونوا معلكين، فهمت؟ صافي بالنسبه للتلوي غادي نركز على الرويسات يكونوا عامرين مزيان، على حساب اذا كانوا خاوين غادي تحرقوا لنا دغيا في القلي وكيبقاو هكذا يعدلوا بحال التقيبات، فهمتوا؟ ملي كنسالي التلوي كنقطع دوك الحشيات اللي كيكونوا شات قاصحين شويه، وكنعمل في القاع ديال الورقه هذا الطحين مع الماء باش ندخلوها تحت داك الجويب اللي شفتو باش هكذا ما تفتحش معنا في القلي. وهانتوما تبارك الله شحال خرج لي نص كيلو ديال الكاوكاو مع كيلو ديال الورقه، تبارك الله خرج كميه زعما كبيره. هنا غادي نسخن الزيت غير يسخن نبدا نحط فيه ماشي تيطيب مزيان، وغادي نحتاج العسل اللي عندي في الكاسرونه وواحد هكذا واحد المول اللي غادي نبقى نحط فيه البريوات يستقطروا من العسل. صافي غادي نبقى نعمر المقله ديالي بالبريوات حتى نشوف صافي الكميه عمرت يعني هزت القدر الكافي ديالها، وغادي نبقى مره نقلب فيهم حتى نشوفهم تحمروا داو اللون ذهبي، وغادي نهزهم بالمغرفه ديال الصفايه كما غادي تشوفوا معايا، وغادي نحطهم ديريكتومون في العسل وهما سخونين يشربوا هذاك العسل. وغادي نعمل القليه الثانيه ان فوا نشوف القليه الثانيه بدات تطيب يعني حتى هي علي انتهز، غادي نهزهم من الكاسرونه اللي عندي فيها العسل ونحطهم في الشبيكه فوق داك المول كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. فانا صورت داك الشيء بالتفاصيل، اي خطوه عملتها صورتها باش نشاركها معكم، وكنتمنى الفيديو زعما هيدا يكون مشروح وواضح واذا بغيتوا تعدلوهم بالطريقه اللي عملتها انايا ينجحوا معكم 100%. واخا هما ساهلين زعما راه كلشي كيعدلو، ولكن هكذا كنبقاو نشاركوا معكم الحاجات اللي كنعملو في الدار وصافي. غادي نبقى مره هكذا نقلب فيهم ونهزهم نشوفهم غير يشوفهم باللوين اللي باغيه انا، داك الساعه نهزهم نعدلهم في العسل حيت هما واخا سبحان الله كيتهزوا من الزيت كيبقاو يتحمروا، ما عرفتي انايا كيفاش عليها غير كنخليهم غير كنشوفهم صافي بداو يرجعوا ذهبيين، داك الساعه كنهزهم وكنعمل القليه الثانيه. وغادي نبقى بهذا الشكل هذا حتى نسالي البريوات ديالي كاملين. وهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم. البريوات جاوا غزالين والمذاق ديالهم غزال ومقرمشين، كنتمنى تجربوهم وتودعوا لي الاخبار كيفاش جاوكم بطريقتي. ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غادي نشارك معكم فيه المملحات.